الو. ايوه ماما يا حبيبتي، والله العظيم داخل على الصيدليه اهو، هجيب الدواء واجي على طول. ايه اللي بجيبك ده يا علي؟ صور قبيحه يا ماشي. معاك حاجه يا؟ لا فندم. تعال ارفع لي كده. مش عايز ده اصلا، ما ينفعش تخبي حاجه برفعك. ايه اللي بجيبك ده؟ معاك حاجه يا؟ معاك حاجه؟ بقول لك ايه؟ ما تناميش عشان انا محضر فيلم نتفرج عليه مع بعض. يلا. ابويا. انت عمرك يا باشا. هات الواد اللي بيتكلم في التليفون هناك ده. حصل. يلا بسرعه. يلا يا ابن اركب. يلا اخلص. يلا. يلا شاهد. يلا. يلا. يلا يا عم اطلع. يلا. يلا. سلام. تعالى كلم الظابط عايزك. في ايه؟ كلم الباشا عايزك. طب بالراحه طيب، في ايه؟ اهدى. طب ماشي، بيمسكني جامد ليه طيب؟ طبعا. طول عمرك يا باشا. ايه يا ابني اللي موقفك في الضلمه؟ كنت بتكلم في التليفون. ها بيكلم مين؟ مستني حد في المنطقه؟ تليفون شخصي. استغفر الله العظيم. ايه اللي على ظهرك دي؟ شنطه. ما انا عارف يا حبيبي ان الشنطه فيها ايه؟ فيها حاجات. حاجات. طب اهدى طيب بالراحه. على فكره اللي انت بتعمله ده مش قانوني. قلت بقى يروح امك هتعلمني القانون؟ لا ما تغلطش. انا طالب في ليسانس حقوق. انا ممكن اكون بفهم في القانون اكتر منك. اه ده انت كمان قليل ادب. انت اللي غلطت، انا ما غلطتش فيك. ماشي. هات بطاقتك. ما نشوف بقى اخرتها. تمام يا باشا، الشنطه ما فيهاش حاجه. انت طالب في حقوق فعلا. انا هكدب عليك ليه؟ ممكن امشي؟ لا تمشي ايه؟ مش معنى ان انت طالب يعني تمشي. ما انت ممكن تبقى حرامي، تاجر مخدرات بتشربها، ارهابي، لسه مش عارفين. طب ما انت فتشتني وما لقيتش حاجه. لما البطاقه دي شكلها مضروب. يعني ايه؟ يعني هناخدك على اسم معانا، نشوف حكايتك ايه، وتتعلم ازاي تتكلم مع الناس بأدب. خد على البوكس ده. اللي انت بتعمله ده في التلفزيون. يلا 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 يلا. يا ساتر يا رب. ادخل انت جوه سميحه، مش عارف ده ايه؟ ممكن حد يكون تعبان ولا حاجة. ساتر. أهلا وسهلا يا معلم. خير؟ استقرضني يا إبراهيم. بيبيع لي أدوية سك على إنها مخدرات. لا يا معلم مش استقرضك ولا حاجة. دي فيها فيتامينات عشان تقوي المدمنين. تقوي المدمنين؟ ده أنت ليلتك مش معدية يا إبراهيم. تعالى معايا. ده حلو كده، محدش غريب. ونتحب نتحب. لا يا معلم علي، انا يلا يا زلطه. بس عشان العيال، بس عشان العيال. عامل باسورد للتليفون ليه؟ عشان لو خده حد غلس ما يعرفش يفتحه. افتحه. ومين بقى هايدي دي؟ صاحبتك ولا بنت شمال؟ اللي انت بتعمله ده مش قانوني. الحاجات اللي على الموبايل دي خصوصيات محميه بالقانون والدستور. دستور؟ انت عبيط ياض. ما تغلطش. انا ما عملتلكش حاجه عشان تكلمني كده. وحتى لو انا مجرم ما ينفعش تغلط فيا. اه. طب يا حبيبي، طالما انت بقى مذاكر قانون كويس، تعالى افهمك بالقانون انا ممكن اعمل فيك ايه. المنطقه دي يا حبيبي اللي انت قاعد فيها كلها تجار مخدرات وارهابيين. واحنا جالنا بقى بلاغ ان كل الناس اللي بتيجي هنا طلاب جامعه اليومين دول. بس انا ساكن هنا. والعنوان عندك في البطاقه. ايه اللي ماشيك بالليل في الشارع؟ انا كنت نازل عشان انا حر. حر؟ اه حر. وبعدين ما تشغلوش بالكم بالناس اللي ماشيه في الشارع، ركزوا شويه مع الحراميه اللي سرقه البلد.
اللي انتوا عارفينهم اصلا بس ما بتتكلموش. صح، انت صح، احنا لازم نركز مع الناس دي فعلا. بس حد بقى مركز معاهم ونمسكهم، هتقعد معانا 24 ساعة عشان نشوف انت معاهم ولا مش معاهم. مبسوط يا عم؟ ابو ايه؟ اه تعال خد النجم على الحجز. بس بقول لك ايه، محدش يقرب منه، ونبه على زناتي محدش يلمسه، فاهم ولا لا؟ تحت امرك. يلا بيه اتفضل. هو الكلمتين اللي انت قلتهم دول ضميرك مستريح فيهم؟ اه مستريح. يلا يا ابني. فاكر نفسك ناصح؟ تحط لي شويه فيتامينات في السرنجات يا ابراهيم وتبيعهم لي على انهم مخدرات؟ انت كنت فاكر نفسك دكتور؟ انا البروفيسور يا معطف. اعمل ايه بس يا مان؟ ما انت عارف ظروفي غصب عني والله. ولا عايز ازعلك ولا عايز اتحبس. ما تشكليش همك، زي ما عملت دكر وجيت تستلف خليك راجل وسد اللي عليك، يا الحقن يا الفلوس. خلاص يا معلم، حقك عليا، هتصرف لك في سرنجات. لا انا مش هاخد منك سرنجات تاني يا ابراهيم، خلاص الثقه اللي بيني وبينك اتشرخت. يعني يا معلم الكلام ده؟ يعني انا عايز حقن سليمه بعلبتها ومن مصنعها ومكتوب عليها اللي جواها. ازاي بس يا معلم؟ دي عهدة، عهدة والله. ماليش فيه، ده شغلك بقى وانت تخلصه بمعرفتك. مش على اخر الزمن واحد نصاب زيك يخلي الناس تقول المعلم الطابع بيغش بضاعته. انا راجل سمعتي زي الالماس. ومات الكلام يا ابراهيم، يومين اتنين يا الحقن يا هتشوف مين اللي هيزعلك. يا ابني يا ابني خش اطمن عليه، اعرف انه كويس. بس يا ستي مش عايزين مشاكل، الله لا يسيئك، هو جوه في الحجز دلوقتي والله كويس. طب دخلني للظابط اللي خده استسمحه وطلعه، الواد غلبان ويتيم. والله يا حاج لو ينفع انا كنت دخلتك، بس هو ما بياكلش معاك الكلام ده. وبعدين سليم باشا نايم جوه، انا لو دخلت صحيته هيطين عيشت انا واللي جابوني. اتكل على الله انت دلوقتي وتعالي بكره الصبح. اتكل على الله فين؟ اروح اروح واسيب اللي طلعت بيه من الدنيا، هو انا عندي غيره؟ يا ست يا ست الله لا يسيئك، ما تخلينيش اندم ان انا خدت وديت معاكي في الكلام، احنا غلابه زي بعض برضو. طيب تبشر عليا. بس يا حاجه انت لو شفت له واسطه هم هيخربوها على طول. واسطه؟ واسطه منين؟ ده احنا غلابه وما نعرفش حد. واسطه يا حاجه؟ يا حاجه انا اللي اعرفه قلتهولك، بالله عليك اعتبريني زي ابنك بقى، اتكل انت على الله دلوقتي عشان خاطر انا ما اتاذيش بسببك. استغفر الله العظيم. يلا يا اخويا يلا، علشان انت كلك لب. مفيش نفس يا سميحه. والعمل؟ العمل عمل ربنا بقى، شكلها اتربعت على دماغي من كل ناحيه. لا يا اخويا ما تقولش كده. امال قولي بس يا سميحه، دين ومديونين، سلف واستلفنا من طوب الارض، صيغتك وبعتيها، هنجيب فلوس منين تاني؟ نعمل زي ما عملنا قبل كده. ازاي بس يا سميح؟ نعمل ايه؟ اشتري اجهزه كهربائيه بالقسط تاني ونبيعها محروقه. مفيش عليك تاني. محدش هيرضى يدينا اي حاجه بالقسط تاني طالما ما سددناش الدين القديم اللي علينا. ما تقفلهاش في وشنا بقى يا ابراهيم. حاول انت يا اخويا بس. هنعمل ايه؟ هنستناك يعني لما تدخل السجن؟ ولا الضبع يسلط رجالته عليك يموتوك؟ يا ريته يعمل كده ويخلصني من الهم ده. هتشر عليك، تفر من بقك، كل حاجه هتتحل وهتبقى زي الفل. بس انت قول يا رب. يا رب يا رب فك زنقتنا يا رب يا رب. ده سنعمل ايه؟ نفس يا راجل، وهتتفك. خد بقى، كل بقى.
والله ما مصبرنا على الدنيا دي يا سميحة. حنيتك دي حطيت الجبنة فينا يا سميحة. صباح الخير يا بنتي. صباح لو سمحت كنا عايز الحق. الحق ليه؟ معلش صحيولي موضوع ما يتأجلش. معلش موضوع مهم. طب اتفضل. على ما تفطر سعادتك يكون مش جاهز. سعادة الباشا. صباح الفل يا باشا. يا زنات ايه الاخبار؟ الحمد لله يا باشا كله تمام. شو عامل لي الشاي يا ابني؟ يلا يلا يا ابني هات الباشا حاجته بسرعه. يلا يلا. حاضر. شكل سعادتك ما نمتش كويس. هو مرزلت في حاجه؟ الامر لله يا باشا. بالنسبه لسعادتك الواد في الحجز يا باشا مير هنتصرف معاه ازاي سعادتك؟ لما قلت الفاعل جيب لي تحريات وانا هتصرف معاه. ما تشغلش دماغك انت بيه. ماشي يا باشا. طمني بحاجه ثانيه سعادتك. امر يا باشا. ولا كانت زنات صحيح. امر يا باشا. هاتوا له اكل عشان جعان حرام. باشا مصر والله. والله باشا مصر. بتكرم. بتكرم صحيح. تمر بحاجة سعادتك؟ اتفضل زي. باشا مصر. ما تشيليش هم يا ست سناء. إن شاء الله قبل أذان الظهر هيكون في البيت. إنما هم أخدوا لي خناقيك. لا خناقتي إيه؟ أنا ابني ما يتخنقش. أنا ابني متربي أحسن تربية. الظابط خده كده من غير لازمة. المهم سيبيها على الله. سيبيها على الله. ألو صباح الخير يا ست نايم. صاحي يا ترى ولا نايم؟ لا لا باشا ولا بس كنت محتاج سعادتك كده في مشوار صغير لغاية الاسم. لا لا خير إن شاء الله. يا باشا كان في شاب كده غالي عليا قوي وله في قلبي معزة خاصة. كانوا مسكوه كده يا باشا وكنا عايزين نعرف ايه المشكلة. طيب سعادتك خلاص يبقى هستنى حضرتك بقى في المعرض تعدي عليا ونروح سوا. ماشي يا باشا مع ألف سلامة. شاكرين أفضل سعادتك. مع ألف سلامة يا باشا. مع ألف سلامة. سلام. خلاص يا ست سناء تقدري حضرتك تروحي دلوقتي وانا ان شاء الله هجيبه في ايدي واجي لحد البيت. كتر الف خير. لا لا اوعي تقول لي كده. كتر الف خير ايه؟ ده زياد ده زي تامر ابني بالظبط. ما ده كان العشم برضو. انت عارفه لولا نشوفيه دماغك كان زمان انا مكان المرحوم ابوه. ملوش لازمه الكلام ده خالص. انا كنت عارفه ان انت هتعمل حساب العشره والجيره. انا هقوم اروح. انا ما انت قاعده شوي. معلش. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. ما بالراحه على نفسك شويه يا حاج. ده انت اللي يشوفك نازل كده يقول ان انت رايح تتجوز. ما تستبحي على الصبح يا سعاد. اللي يا اخويا عمري ما شفتك كده قايم لنا مزقطط من النوم. ده الواحد لو صحاك بدري عن ميعادك 10 دقايق بتطين عيشتنا. يا وليا شاب ومحجوز في الاسم. خلي في قلبك شويه رحمه. ربنا يجعلنا من بركته هو وامه. يا وليا تقل ايه؟ بدل ما تحط دماغك في الولايه الغلبانه وابنها خلي دماغك في ابنك وشوف ابنك فين. هيكون فين يعني؟ اكيد نايم جوه. فوق يا ماما. ابنك ما باتش في البيت من امبارح ودي مش اول مره. وايه يعني شاب وبيستمتع بشبابه ولا هو ابن سناء اللي يخرج في نصاص الليالي ويتقفش تحري ويبقى على قلبك زي العسل وابن انا بقى اللي كفر. يا وليه التقل. هو ابن سناء ده كان من بقيه اهلي. انا بتكلم على العيل اللي حيلتنا اللي هيورثني بعد ما اموت وهياخد باله منك ومن اخواته البنات. تقدري تقولي لي هتعملوا ايه لو الواد ده طلع فسدان؟ بعد الشر عليك وعليه يا اخويا. بس انا ابني بقى زنت الشباب. هو ده اللي باخده منك يا اختي زنت الشباب. طب يا اختي لما تعرف ابنك فين بيكلميني لان انا كلمته عزفت المحمول وطلع مقفول. سلام. قلت يا طارق بيه. يا حماد بيه انت مجيتك على راسي من فوق وانت عارف انا ما عايزش عليك حاجه خالص. بس صدقني الموضوع دلوقتي مش معايا. الموضوع مع سليم بيه. هو كلمه
وانا متاكد ان سليم بيه مش هيكسفنا. ولا يا معالي الباشا؟ ولا حاج لطفي مجدك في دماغي، بس انت عرفت اللي حصل يرضيك يعني؟ لا، من ناحيه يرضيني الحقيقه هو ما يرضينيش، بس صحتك شايف يعني الواد يتيم وغلبان، وبعدين اذا كان الواد محتاج تربيه ابننا وهنربيه بمعرفتنا يا باشا. والله اللي طارق بيشوفه. سليم بيه انا مش عايز اضغط عليك، بس عايز افهمك حاجه بس، الناس دي غاليه علينا قوي. حماد بيه ده نائب الدايره وجمايله على الكل. الحاج لطفي ده كبير المنطقه وياما اشتغلنا معاه وساعدنا في شغلنا، فشوف انت تقدر تعمل ايه. لا كبير منطقه يا باشا، ده انتوا اللي سيادنا وعلى راسنا من فوق. وبعدين سليم باشا لما يعاشرنا هيعرف ان احنا ولاد بلد قوي وبنقدر الرجاله. واذا كان علينا اوعدك ان احنا هنشد عليه ونعلمه ازاي يتعامل مع الناس المحترمين اللي زيكم. يا باشا سعادتك مش عارف ام الواد حالها عامل ازاي دلوقتي. وبعدين سعادتك يعني بسم الله ما شاء الله سماهم على وجوههم، واضح ان سعادتك ابن ناس طيبين وهتقدر الظروف. ماشي، خليه يروح معاكم، بس بعد كده لو قل ادبه ما حدش يلومنا على حاجه. لا يقل ادبه يا باشا، لو قل ادبه اكسر لك حضنه. بص قدامك يا ولد. بقول لك ايه يا سوسو، انا دماغي فيها حاجات احلى بكتير قوي من اللي انت بتكلميني فيه ده على فكره. عشان خاطر ربنا قولي لابويا يطيرني من دماغه خالص، يشغلش باله بقى نهائي. يعني ايه طيرك من دماغه بس؟ هو ليه حد غيرك يشغل باله بيه؟ وبعدين ما كل ده عشان هو خايف عليك. خايف عليا ليه ان شاء الله؟ نغة؟ فشر يا حبيب ماما، بس موضوع بقى رجوعك الصبح. ماله رجوعي الصبح؟ انا عامل لك ايه فيه ده؟ انا الكافيه بتاعي بيقفل وش الفجر، ولا انا هسيب شغلي واكل عيشي واقعد جنبك زي البطه؟ بطل ساعه يا واد، ابوك عارف ان انت ما رحتش الكافيه امبارح. هو ابويا بيراقبني ولا ايه؟ لا يا تامر بيطمن عليك. لا حبيبتي طمنيه، لما تشوفيه قولي له تامر زي الفل وبيدخل البيت يتنطط زي القرد. طب عشان خاطر ماما حبيبتك انت كنت فين بالليل؟ اوعى يا تامر تكون رجعت للمخدرات. مخدرات ايه بس يا ماما؟ انت جبت منين الكلام العجيب ده؟ العصفوره قالت لي. يعني انت اصلا بتتكلمي مع عصافير وجاي تقولي لي انا بشرب مخدرات؟ انا مش هتكلم معاكي اساسا، قالت لك العصفوره قالت لي. متشكرين يا طارق باشا، ما نتحرمش منك. شرفت يا بهوات. سليم باشا نورت العمرانيه كلها، ولو اننا كان نفسنا يعني نتقابل في ظروف احسن من دي. اللي جاي كتير ان شاء الله. يلا يا ابني يلا، امك زمانها هتموت من القلق عليك. احمد ربنا ان البشوات عملوا لنا خاطر. خاطر؟ هو القانون كمان بقى فيه خواطر؟ انت تسكت خالص، مش عايز اسمع صوتك. يلا بينا يا سياده الدايب. يا ابني انت ايه؟ مخك ده ايه؟ لسه ما خرجناش من الاسم، وبرضه مفيش فايده اللي فيك هو فيك. وانا عملت حاجه غلط؟ لا ما عملتش حاجه غلط، انت عايز تغلط اكتر من كده ايه؟ بشوات مصر. وانا اقول الاسم منور ليه بس؟ ازيك يا زناتي؟ الله يسلم عمرك يا عم الحاج، في نعمه كله من خيرك يا حاج. حماد بيه منور يا سياده النايب. انت فين يا ابني انت؟ تحت النظر سعادتك. الواد زناتي ده ومطجع قوي يا حاج لطفي. ده حماد بيه بس اعمل ايه بقى؟ بحبه. ربنا يديم محبه يا عم الحاج. امورني كان في حاجه يا عم الحاج؟ لا ده موضوع صغير كده وخلصنا الحمد لله. ما انا خدت بالي، ربنا يخليكم للغلابه. الحمد لله على السلامه. طب ما لسه في ناس طيبه ايه؟ الله يسلمك. يلا. يلا يا ابني يلا. يلا بينا يلا. سلام يا زناتي. حفظ الله يا عم الحاج. سلام يا سياده النايب. حفظ الله. والله ترى انا عملت خطا لسعادتك، بس والله لو كان مين جالي ما كنتش هخرجه. انت عملت صح يا سليم، وهتشوف الجميله اللي انت عملتها فيهم دي هتنفعك بكره قد ايه. يا سلام. ليه يعني؟ طبعا حماد ولطفي دول هما مفاتيح دايره الاسم كلها. طب حماد مفهوم نايب في المجلس، لكن لطفي ده ايه؟ بالعكس بقى، ده الحاج لطفي ده اهم من 100 نايب في المجلس. ده اغنى واحد في المنطقه ومن عيله كبيره وكل الناس بتحبه. مش بتحبه بس، دي بتخاف منه كمان تعمل له 1000 حساب. بتخاف منه ليه ان شاء الله؟ بيشتغل ايه الراجل ده؟ بيشتغل في كل حاجه، بس شغله الاساسي في معرض العربيات جنبنا هنا في الاسم. بص يا سليم، انا عايزك تقوي علاقتك بالراجل ده، تصاحبه يعني. يعني طالع كمين راجع من ماموريه، ابقى عدى عليه في المعرض اشرب معاه فنجان قهوه ودردش معاه شويه، صدقني هينفعك كتير قوي في شغلك. حبيبي يا ابني الحمد لله على السلامة، نورت بيتك. يا ترى عملوا فيك ايه دول؟ تلاقيش حبيبتي انا بخير. تطمني يا سلامة، قدامك اهو زي الفل. وبعدين انا اطمنت بنفسي ان مفيش اي حد هناك مد ايده عليه. الا هينشكوا في دراعهم. طب انا قلت له وبقول لك انت اهو قدامه، انت
تعقليه، خليه يبقى جوعان المشاكل، مش كل مرة هنعرف نتصرف. اه زياد مش هيعمل مشاكل تاني، مش كده يا زياد؟ أنا ما نمتش من امبارح ولازم أخش أنام. شكرا. خش يا ابني. عفو عفو حبيبي. خش يا ناي، ارتاح يا ابني. جايالك. اطمن يا ست السدات. جميلك ده هيتنوا على راسي طول العمر. خص عليك يا زنقة. جميل إيه؟ ده إحنا ده أنت ما تعرفيش مع ستك عندي قد إيه. طب ده الفرحة اللي أنا شفتها في عينيكي لما ابنك دخل عليكي، دي عندي بالدنيا ولا عليها؟ متشكرة والله، كان نفسي أقول لك اتفضل شوية بس ديك شايف الواد جاي تعبان، أعمل له حاجة ياكلها، يشرب حاجة سخنة، مضطرة يعني أروح له. أنا آسفة يعني. لا وماله عادي يعني، تتعود إن شاء الله. إن شاء الله. جهات كتير، بس لو عوزتي أي حاجة، أي حاجة في أي وقت.